مشاهدي موقع لبرقة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير وبركة احييكم بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيث نستضيف في هذه الحلقة من برنامجكم برنامج عزبتي مضمر قدير وشهير يشار له بالبنان علي بن سعيد بن حلفان المري والذي بدأ مع رياضة سباقات الهجن من موقع ومن ميدان لبرقة القديم حيث مثلت العديد من الهجن شعاره في ذلك الميدان كاللوفا وبن ضبيان والغمران والغمرانه وهذه الهجن المذكوره من الهجن التي عرفها ملاك الهجن العربيه الاصيله في ذلك الزمان لينتقل بعد مجيئنا هنا الى ميدان الشحانيه ويحقق ايضا العديد من الانجازات مع ضبيان كلاس وكلاسه وايضا الناموس والعديد والعديد من الهجن التي لا يتسع المقام بذكرها. اذا لظروف علي بن سعيد بن حلفان الخاصه لم نتمكن من الالتقاء معه والتقينا بانجاله سالم وعوضه وثامر وتحدث الينا نجله الاكبر عوضه بن علي الحلفان والذي هو بمثابه المضمر بعد والده عوضه لديه الخبره ولديه الجراه يتحدث بنبره الواثق ويجاوب على كل سؤال حقيقه التقينا عوضه بن حلفان فكان لنا معه حوار شيق وحوار موسع عن رياضه الهجن العربيه الاصيله لديه الافكار العديده التقينا واخذنا جوله في العزبه العامره بالناموس والتي نتمنى لها الاستمرار الدائم فندعوكم الى مشاهده تفاصيل هذا الحوار الشيق. مساك الله بالخير سالم. الله يمسيك بالنور والسرور. وايضا يتواجد معي عوضه بن علي بن حلفان. مساك الله بالخير يا عوضه. الله يمسيك بالنور يا مرحبا والله مسألة في محلكم الثاني طبعا ايضا تعرف على مساك ال... الله بالخير والسرور. طالب. طالب. اهلا وسهلا آه بكم وفي هذه الحلقه التي هي في الحقيقه منكم واليكم برنامج عزبتي وموقع لبرقة الموقع التراثي الذي يحظى بالرقي برياضه الهجن العربيه الاصيله وكل ما يتعلق بها. بدايه نبدا مع عوضه. عوضه متى كانت بدايتك طبعا نتكلم عن الوالد وبعدين نرجع لك ابو علي، متى كانت بدايه علي بن سعيد بن حلفان في عالم سباقات الهجن؟ والله بدايه الوالد اسال الله يطول في عمره من ايام لبرقة أه الاسم الذي حمله موقعكم نعم. وهذا اسم على ما قال لنا نتشرف به. لانه كونها اقدم الميادين والوالد كان مشارك من ايام الابرقه وانتقل من بعد الابرقه انتقل للشحانيه سنه التسعين والحمد لله الوالد كان منجز في ايام الابرقه وانجز في وقتنا الحالي ابو علي آه بالنسبه آه انت رافقت الوالد آه انت لحقت عليه ايام الابرقه ولا ما لحقت عليه ايام الابرقه ابو علي لحقت على الابرقه اخر سنتين سنة 88 و 89 أنت كنت ركاب الهجين يا أبو علي؟ كنت في السنة الأخيرة سنة 89 كنت ركاب نعم وبعدين انتقلت كسبت الخبرة مع مرور السنين والزمان حتى أصبحت الآن إحنا نعلم أنك الآن يعني الله يطول عمر الوالد أنت مثل ما يقولون مدير العزبة أو كذا أو المضمر في العزبة والله شوف الحمد لله كسبنا خبرة والخبرة على ما قال من الوالد وللان وقتنا الحالي الحين نستعين به وراي ابو سعيد كله بركه دائما يصير على يشتشير علينا باشياء منها سباق السنه السنه هذه كذا مهرجان ناخذ رايه فيه والحمد لله موفق رايه بعض المواقف ممكن ترجع للوالد فيها طبعا مش ارجع للوالد ولا بالوقت الماضي السنه هذه اللي فاتت الى, إلى الان السنه هذه اللي فاتت اكثر مراكزنا استشيره فيه لان الوالد شوره الحمد لله شوره كلها بركه ابو علي ابو سعيد ابو علي تذكر الهجنه اللي كانت عندكم ايام الابرقه؟ عدد لي بعض الهجن اللي كانت انجزت مع ايام الوالد ايام الابرقه. والله الهجن اللي تاسست واللي تاسست عليها العزبه هذه من البدايه كانت الغمرانه والكثير يعرفها الغمرانه سنة سنه 89 انا كنت اركبها سنه 89 نعم نعم و سنه 90 مليون 500 على الشيخ زايد الله يرحمه ومن عقبها جات اللوفه ومن عقبها جاء الغمران ومن عقبها جاء الناموس ومن عقبها جات العكله ومن عقبها كثير كثير انا ما اقدر احسب لك يعني ايام الافرقان نعم, نعم اكثر الحلال هذا من الناموس ومنها الغمران ومنها اللوفه هذه لحقت على ميدان الشحانيه أه إذن ابو علي وبعد ذلك أه انتقلتوا مع طبعا مع هجني الى ميدان الشحنيه الجديد سنه 90 زين حدثنا عن الانجازات ما بعد سنه 90 هنا في ميدان الشحنيه والله الانجازات كثيره يا اخ محمد انجازات كثيره يعني انجازات طيبه بالشرك سبقنا اخذنا سيارات يعني يمكن فاقت يمكن 58 60 سياره البيع الحمد لله فاق يمكن 28 30 مليون والحمد لله خير وايد والانجازات طيبه لكن في شيء يمكن الناس ما يعرفونه لكن اقول لك يعني اكثر الحلال اللي سبق عندنا كل انتاج شخصي انتاجنا حين شخصي زين ان احنا طلعنا هالسيارات والملايين هذه زين ان طلعناها من انتاجنا يعني من الصعب انك نطلع الانسان من انتاجك ولكن الحمد لله يمكن حصلنا من الانتاج اخيرا من مشاريع ابو علي اذا اعتمادك على الانتاج الشخصي في الهجن وفي انتاج الهجن صحيح ابو علي صحيح الانتاج بالنسبه للانتاج يعني هو ناموسه خير وفرحته غير خاصه بالنسبه لعند والدي غير احيانا اشتري مطيه تسبق وواحده من الانتاجيه ثانيه اقول الوالد ناموس بكره ما اقول له ابو علي في الانتاج تعتمد على البعير ولا على الناقه ولا على الاثنين هم مع بعض 50% 50% 50% بعير 50% انتاج الناقه صحيح انا الناس يقولون 70% الام و30% في الاب في البي... في لا انا اقول 50% 50% البعير يبغي ناقه والناقه تبغى بعير زين ابو علي هل للذلول السبوق مواصفات معينه او مثل ما يقولون السبق في عظم غابي ما في مواصفات معينه كم واحد انا منهم شخصيا اقولها قدامك حلال يعني انا ما مقتنع فيه الحمد لله راح بعيد بعد بعضها راح بالملايين اذا آه كما نعلم ان سالم آه بن علي هو المساعد لك ودائما شوفه في المراكيض وكذا بحكم تواجدي ايضا في الشحانيه في المضمار دائما اشوف سالم آه متواجد مع الهجن يا ليت تعطينا اول شيء سالم آه بالنسبه للتضمير وللتدريب هل هو على برنامج واحد يعني البرنامج في التضمير على فرضا ترتيب الوالد او عوضه او كل يوم لها يعني برنامج جديد الهجن الهجن طال عمرك اول شيء برنامجها عند الوالد و... وعند عوض وكلها بركات الوالد وبركات عوض وبرنامجها واحد. برنامجها واحد سنويا سواء غاب الوالد او او عوض او او انت مت موجود واحد بالشباب برنامج واحد يعني انتم ماشيين عليه؟ نعم برنامج واحد سواء الوالد او عوض او انا او احد من الشباب الثانيين برنامج واحد في الأجبة نعم. هل ترى سالم بحكم خبرتك وتواجدك في الهجن دائما وحنا اليوم في عزبتكم ضيوف عندكم هل ترى ان تغيير البرنامج على الهجن يؤثر على مستواها؟ واجد يؤثر عليها يمكن مركضين او ثلاث مرات يؤثر عليها في المستوى لو ساعة تختلف البرنامج يعني تغيب عنها ركض او ركضين يعني مختله نعم اذا نرجع لابو علي ابو علي اول شيء هنيك ان انت اليوم سابق في سباق بن سلعان اللي اجري اليوم في الشحانيه حدثنا عن السباق اليوم و عن اسماء الهجن اللي فازت عندك وسلالتها والله القعود اللي عندي سباق المونديال هذا مسميه انا المونديال نعم وانت اكثر الناس اللي نعم. نعم. تعرفه معرفه لانك دعت عليه كذا نعم. شوط وتو بدينا فيها الحين وعندي قعود ثانيه على الشقب وتعرف الحشوان تعرف المراكز القضيه هذه انت بحكم انك موجود في الدوره وحاضر المراكز سنه ركضت في القيض كبدايه الحين بشرك بدايه تبشر بخير إن شاء, ان شاء الله الله كريم ابو علي ما دام ان تطرقنا لموضوع القيض هل ترى ان سباق القيض ياثر على الذلول او على الهجر المشاركه او انك او ترى انه من نوع التجهيز بالذات للسن الصغير؟ والله آه انا اشوفه مؤثر يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا انا اشوفه مؤثر يؤثر. نعم على مستوى يعني الركض في الحر وفي القيض تشوف انه ابو علي يؤثر على مستوى الذلول من اي ناحيه؟ من ناحيه التجهيز من ناحيه صعب انك تركض مطيه ما تخفها من الماء ومن الاكل ومن أك... تخفها من الماء ومن الاكل صعب انها تواصل معك الموسم بالنسبه للماء يصير له تاثيرات واجد بالنسبه للماء يصير له تاثيرات واجد مثل الكلى مثل اليوريا مثل اشياء واجده مضره و... وبالنسبه لل للعلف بتنقصه صعب انك تعطي مطيه مقاس مقاسه في العزبه والتدريب والتفحيم مثل مقاسها هي بتروح للسباق فهذا من الصعب راح تنزل قوتها واذا نزلت قوتها وخفت قوتها صعب انها تواصل عليك تواصل معاك الى نهايه الموسم. ابو علي ارى صور عرضت هنا ظبيان كلاسه صوره البيرق صوره العديد من الهجن اللي فازت وشرفتكم في المحافل سواء الداخليه والخارجيه ونحن حقيقه نحن ومشاهدي الابرقه نتوق الى مشاهده العزبه والى الحديث داخل العزبه ولكن قبل ان ننتقل مع ابو علي مشاهدينا الاعزاء مشاهدين شاشه الابرقه قبل ان ننتقل الى داخل العزبه سنستعرض هذه الصور ويحدثنا عوضه بن علي بن حلفان عن انجازات هذه الهجن وايضا اين وسنه كم وبعد ذلك سنتجه باذن الله الى داخل العزبه. ظبيان يفوز بسيارة في ختام المرموم 2011 يعني هذا في العام الماضي نعم هذا في العام الماضي ظبيان تنحدر سلالة من شهين بن شريم أمه بن ظبيان وأبوه شهين فيصل بن طالب بن شريم وإنجازاته العام ثانية ماخذ الشوط الأول هنا في أول درهم وثاني في سباق المونديال فوتو فنش على السيارة في الشوط الثاني ودبي أخذ السيارة الشوط الأول في الختامي ثاني على السيارة إنجازاته طيبة ظبيان إنجازاته طيبة وله سبقات مفروض سابق حق سابق إنتاج عندكم ظبيان؟ نعم إنتاج شخصي طال عمرك أبو أبوه قلت؟ أبوه شاهين بن شريم، نعم شاهين فيصل بن طالب أم بن شريم أمه أم بن ظبيان أمه إنتاج عندكم صحيح إنتاج عندنا وأخته لقية الحين واصلة مليون و200 سابقة هنا في الشوط الأول ما وصلوها قيام ظبيان؟ والله لا ما وصلوها قيام زين حدثنا أيضاً عن كلاسه كلاسه علي بن سعيد بن حلفان والله كلاسه لها العديد من الإنجازات آه كلاسه سابقه سبقت واجد وماخذ السيارة في الوثبة نعم. والعام ثاني على السيارة مرتين آه نعم العام الأول مرتين بعد ثاني على السيارة نعم. كل لها إنجازات عديدة نعم. وشوي يعني السنة كان مراكزها البداية قوية واجد لكن جاها بعض الظروف نعم. مثل تعرف الضلاع ومضلاع في رصيدها شيء من السيارات كلاسة نعم ماخذ السيارة في الوثبة نعم. وجاء من افضل التيمات بعد وظبيان في رصيد شيء سيارات؟ سياره نعم في الشوط الاول في دبي نعم زين ابو علي نذكر ما دامنا اننا تطرقنا للانجازات حدثنا عن من فاز بالبيرق عندك 18 12 2010 هذه اللي فازت البكره الفيفا نعم مع مصورنا احمد العزيز مصورنا احمد نشوف البيرق نعم. هذه البكره الفيفا خلت البيرق كان بيرق حاطه سيد عبد الهادي بن حمد البريدي بمناسبه اليوم الوطني للبلاد نعم وهذه الفيفا كانت هي صاحبه الشوط الاولي والان انتقلت ملكيتها الى سالم منانة السويدي زين ابو علي نذكر يوم المونديال كان لك حضور في سباق المونديال حضور حقيقه مشرف حضور آه كنت يعني مجهز ومعد عدة لذلك اليوم والدليل فوز فوزكم فوز عزبتكم بالشوطين الرئيسيين صباحا ومساء حدثنا عن الاستعداد وهل كنت متوقع آه ذلك الفوز والله بالنسبه للاستعداد انا مستعد وكل المستعد انا ومستعد والناس اللي جاي من خارج البلاد وداخل البلاد مستعدين ولكن بالنسبه اني انا متوقع انا متوقع ان شاء الله عمل طيب لكني صعب اني متوقع اني اسبق لان ثانيه واحده رايح تفرطك سياره ثانيه واحده او جزء من الثانيه رايح يفرطك سياره صعب اني انا اتوقع اني باخذ الاول لكن يعني انا متوقع منافسه واما بالنسبه للاستعداد الحمد لله استعدينا والحمد لله يوم الله وفق ان شاء الله. الاولمبيه فازت بالشوط الاول انتاج محلي. الاولمبيه نعم فازت بالسياره الجي اكس ار في الشوط الاول محلي الشيخ شو اسمه الشخصي وهذه الاولمبيه الان على شاشه التلفزيون من خلال الصوره لقطه الاولمبيه. نعم صحيح هذه الاولمبيه واللي في جنبها هذه اللي اخذت الشوط الاول الصباح اللي الموندياليه الموندياليه نعم. نعم هذه الثنتين انتقلت ملكيه جميعهم الاولمبيه والموندياليه طبعا صحيح بالنسبه للاولمبيه انتقلت ملكيتها ل سمو الشيخ تميم بن حمد طال في عمره واما بالنسبه للموندياليه فانتقلت ملكيتها لعامر بن عفصان المنصوري اذا هذا هو كاس المونديال نعم صحيح نشوف على شاشه التلفزيون هذا هو كاس الاولمبيه اللي فازت في المونديال السباق الكبير السباق اللي اعدوا له كل المضمرين العده بن حلفان حقيقه كان فوز مشرف وكان فوز انتزاع هذا الكاس شيء عظيم مو بالسهل حدثنا عن استعداديه استعداديه او الاستعداد الخاص الاولمبيه لذلك اليوم والله بالنسبة للاستعداد هل انت كنت يعني معطيتك تفاحيم او اتيام على اساس انك تحضرها في شوط الكاس؟ والله صحيح يعني بالنسبة للاستعداد مستعد وبالنسبة لأنها معطيتني آه تفاحيم او بالنسبة له والله انا شايف فيها شيء يعني توقعته صراحة يا اخ محمد توقعت انا 51 52 53 ما توقعت دقيقتين 58 صراحة ما شاء الله لانها هي في تفحيم جايبه دقيقتين و56 اول مشاركه لها في ذلك السباق نعم صحيح اول مره تشارك ما شاركت قبل اي اشتراك هذا ما قالت كانت البكره فيها ضراع في يدها اليمين و كويناها والحمد لله الله وفقه وسلمت نعم اذا مشاهدينا الاعزاء برفقه عوض بن علي بن حلفان سنتجه الى داخل العزبه وسنواصل الشرح هناك بعد يا مرحبا مشاهدينا الاعزاء نحن في عزبه علي بن سعيد بن حلفان ويرافقنا في هذه الجوله المضمر عوض بن علي بن حلفان عوض متى انشئت هذه العزبه من بدايه التسعين نعم انشئت سنه 93 نعم والحمد لله من انشئت انشئت فيها الانجازات سنه كم 93 سنه 93 كان في عزبه ثانيه بس انتقلنا في العزبه هذه سنه 93 العزبه هذه 93 نعم وكانت الانجازات مع بدايه وصولكم بعلي الى العزبه؟ والله الانجازات اصلا من نزلنا في العزبه كان عندنا مطايا يعني الحمد لله مشرفه مش والحمد لله يعني من بعدها بعد اكثر واكثر في التشريف بعد. الحمد لله. وبداية 93 تذكر الهجرة اللي كانت معكم هنا وشاركتوا فيها في أول دخولكم في العزبة لأنها لن تنسى اللي أسست عليها العزبة هنا في الشحانية هذا فيها أسطورة ما كل واحد يعرف اللي هو الناموس نعم. تاسست العزبه هذه وكان فيها الناموس ناموس الحاله يكفي شخص ناموس الحاله يكفي 20 مطيه نعم. وكانت اللوفاه موجوده والعكله نعم. والغمران نعم. ومن ظبيان اللي شراها سمو الشيخ محمد بن راشد ومن ظبيان شراها سمو الشيخ زايد الله يرحمه كان عند الرفاده يعني تاسس عليها حلال واجد ابو علي انت انت من المضمرين اللي يطمحوا للناموس او للتجاره والبيع ومثل هذه الامور. والله لو خيرتني في التجاره او في الناموس لا والله انا ابغى الناموس. يعني نقول عوضه بن علي بن حلفان تاسيس العزبه الهدف الاول والاسمى هو تحقيق الناموس وكهوايه نعم. والله شوف ناموس محبه خير الفلوس تجي وتروح لكن الانجاز ما يروح. يبقى. الانجاز يبقى. الفلوس تروح لكن الانجاز ما يروح وها نحن الان مع مصورنا احمد نشاهد الهجن الموجوده حدثنا عن هذه الذلول عن انجازاتها هذه بنت صوغان وهذه مشتريها انا السنه وانجازاتها قويه سابقه الشوط الاول في نجم المرموم سابقه في بنت صوغان هذه شريها انا السنه على صوغان راشد على على بنت صوغان هذه على صوغان راشد بن بخيت بن مقارح وسابقه في نجم المرموم وسابقه عندنا هنا العام وسابقه اول العام وثاني على الرنج وثاني على الرنج بعد ثاني مره <applause> اذا انجازاتها طيبه يا نشوفها حرك لنا بنت صوغان والله انجازاتها طيبه لكن ما حالفها الحظ للحين في السيارات ولكن ان شاء الله تامل منها السنه ان شاء الله وهذا ظبيان لا هذه كلاسه اي كلاسه ما شاء الله هذه كلاسه امها على هملول محمد بن بطي وهي على كلاس ناصر البر انجازات كلاسه بعد والله انجازات كلاسه ماخذ السياره في الوثبه نعم. وثاني على السياره مرتين العام والسنه ثانية على السياره وانجازاتها طيبه يعني ما يحتاج يعني انجازات كلاسه ما فيها كلام وهذه ايضا اللي وصلت الحين هذه بن ظبيان وماخذه عديد من السبقات الاول في كذا تمهيدي ثاني على السياره العام وثاني على السياره بعد في الطايف وثاني على السياره في المونديال وماخذ وخامس في في دبي وماخذ الاول في الوثبه ختام الوثبه السنه وان شاء الله نوعد ان شاء الله المشاركين باخذ الاول وين في ختام الوثبه السنه ختام اذا عندها العديد من الانجازات وان شاء الله منتظرين لها مستقبل ايضا في هالعام زاهر ومستقبل موفق ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله نطلب منها ان شاء الله الانجازات العديده ان شاء الله ان شاء الله ابو علي انت انت ما شاء الله الثلاث هذه اللي عديتهم كلهم مجزين وكلهم يعني محققين نواميس هذه الشايبه هو ان شاء الله توها كبدايه متودعها وسابقه العام ثلاث سابقات و وسات القرعه هذه البارده اصابها اصابه مرض او كذا نعم من ختام ال... من ختام دبي ما شاركت ولا ختام قطر ولا ختام الوثبه وان شاء الله السنه ان شاء الله نشوف فيها ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله نعم اذا ابو علي انت ما تخلي عندك الا مطايا ماخذه الاوائل او كذلك منجزه في الثلاث الاولى يعني هل هل هذه سياستك ابو علي المطيه اللي يعني ما تصبر عليها المطيه اللي ما تشوف فيها انجاز وفيها ركض صعب اخ محمد الواحد يخسر طال عمرك مبالغ خياليه في خاصه في العزب هذه فمن الصعب انك تخلي مطيه عادية من الصعب ليش لا العمال ولا القت ولا الشعير ولا ولا غيره وغيره وغيره يعني المطيه الحالة تاخذ يمكن 6000 ريال فمن الصعب انك تخلي مطيه عادية اذا هذه سن الحيل ولا الثنايا يا ابو علي؟ هذه سن فيها ثنيتين وفيها حايلين نعم. أه سن ابو علي أه سن موجود نتجه الى سن الجذاع نشوف بعد ما شاهدنا الحيل والثنايا عند ابو علي ايضا هناك زمول ها فيها زمل واحد وجذع وثني الحين احنا سنتجه الى سن الجذع ابو علي بدايته نعم دام فضلك اذا ها نحن في عزبه اه علي بن سعيد بن حلفان ومعنا اه عوض بن علي بن سعيد بن حلفان يرافقنا في هذه الجوله الميدانيه في العزبه العامره بالناموس حقيقه شاهدنا التنظيم الممتاز والعنايه الممتازه، ابو علي الهجن آه، هجن السباق يعني لها عنايه خاصه من ناحيه الاكل، من ناحيه الغسيل والسبوح من... لها يعني العديد من المميزات، حدثنا عن بعض هذه المميزات. والله الهجن لها عديد وعلى... تختلف طبعا عن الانتاج. اكيد لها عنايه وفحوصات واطعمه وشربات وكل شيء يعني لا عنايه مش مثل عنايه ال... الانتاج. الانتاج لا في العلف بدون وزن ولا في الترتيب ولا في ولا ياخذ اياقه نفس الهجن هذه، هذه يعني الهجن اياقه وترتيب وعنايه وفحوصات واذا فحصها اوكي دخلتها اذا فحصها مو اوكي ما تقدر تدخلها. طبعا علي ما دام الخليط هذا اللي موجود في عزبتك من صغار الهجن وسطها الكبار هل يختلف يعني التدريب وهل هل هذا صحيح يقول لك بعض الهجن مطيه تحب الراحه مطيه تحب التعب ما صحت هذا الكلام ابو علي؟ والله شوف المطيه كل مطيه لها نفسيه فيه المطيه اللي تبغى الضغط تدريب وفي من بعض المطايا لا يحب الراحه والتدريب الخفيف هذا انا جربت الاشياء هذه وحصل عندي حلال التركيب. يعني هل الكلام صحيح ابو علي المطايا تختلف يعني من ناحيه التضمير والتدريب هناك جن تحب التعب هناك جن تريحها وتسبق يعني هل هذا صحيح ابو علي اكيد انا جربت الاشياء هذه عندي كذا مطيه آه. في وقت تحفيز الركض ما حفزها مع مات اطلعها برا من ماتها ما تحفز تسرح صراحه عاديه وتجي والسبب هي مطيتين عندي واحده تحفز اكثر من اللازم وهذا الى حفزة اكثر من لازم يخلها في الركض و... وواحده لا تدريجيا يعني لو حفزتها قبل الركض بيوم ما ينفع نعم. ليت اخوي احمد تاخذ الهجن عطنا هالمنظر المنظر الجميل منظر الهجن هذه ابو عليش سنها هذه فيها حقائق لقن نعم وفيها نجداء نعم هذا رقم, على... رقم واحد اللي على يمين الصوره نعم هذا على رياض والعام سابق سبقتين وعقبه جت وعكه صحيه والسنه ان شاء الله طيب نعم. و... وهذه البكره اللي هنا البكره اللي هنا هذه ماخذ السياره الشوط الاول في الامارات السنه خلينا نشوف البكره اللي ماخذ السياره سالم نشوف البكره اللي عليه كمر اللي ماخذ السياره ايوه و... سلالتها ابو علي هذه على و... الرهاب بعير من؟ بعيرنا بعير علي بن سعيد الوالد الله يطول في عمره نعم. وامها حره من السعوديه زين ايش كان ارهاب عطنا ما دام ارهاب ابو البكره وبكره ما اخذ السياره يعني بعير منتج ايش هو كان يركض ارهاب هل كان في تعرف الميادين ارهاب ماخذ سيارتين نعم ما ماخذ سيارتين في واحده في قطر وواحده في الوثبه وست مرات ثانيه على السياره وابوه قبله ماخذ ما خمس سيارات عندنا اذا هذه البكره ماخذه ما سياره ماخذه سياره في ميدان وين؟ في ميدان الديت الشوط الاول ختامي العصر الان وش سن هذه البكره؟ الحين تروح حقه تروح لقيه. البكره تروح لقيه وماخذه السياره في سن الحقايق. صحيح نعم. اي شوط؟ الشوط الرئيسي. الشوط الاول كم كان التوقيت في ذلك اليوم؟ والله اني يعني يا اخي محمد اني ما أذكر. ما تذكر طبعا. نعم. لاني ما اذكر ما ما بينوا في الشريط فانا والله شخصيا ما تيم. اذا هذه بنت ارهاب وامها سلاله امها ايش كنا؟ امها حره مشريه مسعودية نعم. مش وامها نعم. زينه وانتجت من قبلها منتجه سبوق بعد. نعم. وهذا ثاني انتاج يا هل انت ان شاء الله متوقع من بنت رهاب شو اسمها هي البكره؟ اسمها مزنه انت متوقع من مزنه هذه السنه ان شاء الله موسم قوي وانجاز طيب؟ ان شاء الله الظن فيها طيب وان شاء الله انها على حسن الظن ان شاء الله ان شاء الله ايضا ابو علي حدثنا عن خيره الهجن الموجوده في العزبه لان الوقت ادركنا ونريد ناخذ يعني مثل ما تقول اهم المطايا الموجوده في العزبه حدثنا عن اهم المطايا المتواجده في عزبتك في الوقت الحالي الوقت الحالي هذه البكرة الظبي نحضر من سلات حلوان بن شافي نعم. واخت ضبيان نعم. قبل شوي شفناه في المجلس هناك نعم. اخت ضبيان من امه نعم. و... وسابقه عدة سبقات نعم. و... وهذه البكره نعم. على المتحد نعم. متحد مصرط من شيفان شوف نعم. يا احمد بنت المتحد هذه انت الظاهر انك كانت دي عليها يوم كانت جبت افضل تيم صحيح نعم. وهذه شريها العام 300 نعم. ولها اربع سبقات العام نعم. و ان شاء الله نطلب بعد بعد منها ان شاء الله الكثير والكثير ان شاء الله اذا عوضه بن علي بن حلفان اعتمادك على الاثنين الانتاج وايضا المشترى، يعني تشوف الانتاج بالحاله ما يكفي ابو علي؟ لا صعب بالانتاج صعب انك صعب انك تنجز فرضا ان تنجز بس فرضا انك صعب انك صعب انك تستمر في السبق تستمر او تحصل على نقاط صعب صعب لان المشترى والذي صار مشترى وانتاج يعني شيء طيب يعني شيء ينجز صحيح زين ابو علي ما دام أن هذه الهجن يعني اقلبها منجز واللي في رصيده سياره اللي في رصيده كمان نشاهد مع مصورنا العزيز احمد اللي في رصيده سياره اللي في رصيده ايضا افضل توقيت اللي هل في علاقه تربطك مع الهجن محبه يعني تحب الهجن انت ابو علي يعني محبة مثل ما يقولون علاقة السجار بطيره واللي وال... راعي وال... الهجن بدلولة حدثنا عن هذه العلاقة والله شوف بالنسبة الم... ك... بالنسبة محبة لا والله بس محبة تبغون أشهد لك ها؟ من الحين وأنا أحبها <تصفيق> طبعا من <applause> الصعب يعني آ... غلطها <applause> عندي غير يعني ما, <applause> ما يحتاج إذا هذه اللي الحشوان اللي سابقها اليوم وجاية ثاني محققة مراكز متقدمة نشوفها يا ليت نشوف هذه اللي أثار الزعفران على رأسها الحين أيوه <applause> شوف هذه اليوم فايزه احمد صورنا هذه هذه اليوم فايزه شوف الزعفران شوف هذا الزعفران طبعا جميل الرائحه طيب جميل اللون طيب الرائحه هذا تكريم لها بما حققت في هذا اليوم هذا للمشاهدين الابرق الاعزاء هذا الزعفران تكريم وعاده قديمه كانت توضع في الاعياد وايضا في الحفلات وفي المناسبات الزعفران اللي نشاهده الحين على روستر حدثنا عن هذه الثلاث ابو علي وعن انجازاتها وعن سلالتها والله هذه الانجازات هذا القعود اليوم ماخذ الاول الشوط متقدم اسم القعود هذا؟ هذا نسميه المونديال على سباق المونديال اللي صار صحيح وماخذ اربع مرات الاول والخامس في اليوم هذا خامس مر مره ياخذ الاول بالنسبه للقعود هذا الجين ثاني وهذا من انتاج فرج من جابر محنزاب وبوه الشقب نعم وداع ولا مشترى ولا لا هذا وداع نعم. بالنسبه للشقب وداع اما بالنسبه للمونديال لا هذا انتاج ابوه السعر بعير بن قبعان حدثنا عن هذه وهذا قعود هذا قعود نعم هذا قعود طال عمرك سابق العام اربع سبقات نعم. وثالث في الشوط الاول المونديال نعم. و... وركض اليوم وجاء ثاني نعم. وهذا من سلاله فريح بير راشد بن دروان نعم. و... وسابق العام حاصل على اربع مرات او ثلاث مرات الاول نعم. واليوم جاي ثاني واول اشتراك له على فكره يعني عارف. هذا اول دخول له اول دخول له في الموسم هذا اول دخول له وجاء المركز الاول المركز الثاني المركز الثاني ما شاء الله انجاز طيب وعلي ثاني وثالث شاهد الزعفران علامه الجوده والله ان شاء الله هو هذا قعود انجازاته طيبه من العام انجازاته طيبه بس تعرف اخ محمد الحلال تجيه الوعكات الصحيه وكذا وهو كان تعبان شوي جيته وعكه صحيه وهذا اول درهم يجي يشارك فيه وحصل على المركز الثاني لكن اوعدك ان شاء الله ان شاء الله اتمنى لك التوفيق علي ابو علي بخصوص ما دام ان نتكلم وهل هجن اليوم قبل السباق اليوم اللي يسبق السباق هل هناك ترتيب وتجهيز الهجن للسباق يختلف عن برنامجها اليومي اكيد اختلاف كثير بالنسبه للتدريب ما راح تدربها التدريب اللي بتفحمها تفحيم من الصعب وبالنسبه ل مثل الماي ومثل الاكل ومثل الماي قبل السباق بيوم انت توقف الماي منها ولا ولا تعطيها على الخفيف؟ والله على حسب العامل الجوي هذا على حسب العامل الجوي واذا ان العامل الجوي يكون جو بارد فما عنده مشكله فاذا الجو مثل جونا الحالي مثل جونا الان والسباق اليوم هذه اللي جابت الزعفران كيف كيف رتبتها حق السباق؟, هذا السباق. والله هذه رتبناها ترتيب صراحه يا محمد اقولها لك على صراحة. بصراحه انا ما قلت هذه والله ما رتبتها باي شيء والله ترتيبها ترتيب تفحيم يعني حتى امس شربت مايتها واليوم ركضنا تعتمد على من ابو علي بما انك احنا نعرف انك عندك اشغال كثيره و.. وعندك يعني التزامات اذا غبت من العزبه فتره غيابك تعتمد على من؟ على واحد من الاخوان او واحد من الشباب اللي في العزبه؟ والله شوف بالنسبه للاعتماد اعتمد على الكل. سواء من اخواني او من العاملين الشباب اللي موجودين موجودين هنا عندنا في في شو اسمه في العزبه. طيب لكن بالنسبه للطيان بعض الـ بعض الـ بعض الاوامر فيكون ينوب عني الاخ سالم. لان سالم يكون موجود دائما. سالم اللي مرتب الهجن هذه للسباق اليوم والله انا ترى صراحة, صراحه كنت مسافر ما جيت الا اليوم. سالم اقترب منه اقترب من كاميرا البرقة كيف رتبت الهجن هذه سالم وحازت على المركز الاول والثاني والثالث؟ والله مثل ما خبركم عوض ترتيب التفحيل. وش ترتيب التفحيم؟ هو هذا السر ترتيب التفحيم في كل العالم يعني يرتبونه في ترتيب الركب وترتيب التفحيم يعني ما غررنا الا قدم الركب ثلاث ايام انك تشركها نعم وكانت تفاحيمها زينه ولا عاديه؟ كانت تفاحيمها طيبه لكن طيبه ما ركضناها وجابت الزعفران والناموس نعم فاخ محمد انا صراحه إن كلمني كلمني اخ سالم قال لي في ركض هذا الركض قبل ثلاثة ايام فكلمت الاخ فهد بن سلعان وقلت له هل صحيح موجود عندكم ركض قال نعم يعني هذا ما يدلك ان ما رتبنا اي شيء ما كنت مستعد لا والله ما كنا مستعد ابو علي آه هذه الثنايا هذه الثنايا والزمول صحيح هذا على شاهين بشرين شهين الابيض وحاصل على ثلاث مرات المركز الاول والعام ثاني ثاني مرتين وبالنسبه هاي على الرهاب ماخذ الاول مرتين العام. الارهاب اخو البكره اللي اخو مزنه. صحيح اخو مزنه واخو الأم... اخو الاولمبيه. اخو الاولمبيه اللي راحت في التسعيره. صحيح. ما شاء الله. وسابق ثلاث سبقات العام و... وثالث في التسعيره. و... وان شاء الله السنه نقول ان شاء الله بيكون الاحسن والاحسن ان شاء الله. نعم. أو... بالنسبة لهذا هذا ظبيان. على الضبيان اللي شفنا صوره في المجلس قبل شوي صحيح نعم. هذا ظبيان على شهيم بن شو عطنا ضبيان هو ضبيان نعم و... وبالنسبه للبير هذا الثاني نعم. هذا انا هذا ضبيان انت تحدثنا عن انجازاته عندما كنا في المجلس قبل شوي هذا ظبيان حاصل على العديد من المراكز الاوليه نعم منها سياره في الشوط الاول في دبي وماخذ ثاني سياره وجاي ثاني على السياره في المونديال وثاني على السياره في الدرهم الختامي يعني ثاني ثاني مرتين صحيح اما بالنسبه للمراكز الأولية في التمهيد العاديه فاخذ واجد اجل 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 خلوا واحد من الشباب يستعرض ظبيان يمشي ويرجع نريد نشوف المشاهدين الابرقه يشوفون الاصل والسابق مع ظبيان شوف ظبيان يحدثنا عن ظبيان على شاشه الابرقه ظبيان أه بالنسبه لظبيان خذ المركز الاول هنا في اول محلي و وخذ في دبي الشوط الاولي كم سياره في رصيده؟ للحين في سياره رصيد سياره واحده في ختام دبي في الشوط الاولي وثانية على السيارة في المونديال وثانية على السيارة في ختام قطر. إذا أبو علي ظبيان إن شاء الله بعد ما تحيله إذا لم يكن هناك بيع إن شاء الله أحد يكون في إن شاء الله. بيع الوالد يقول ما في بيع. لو تعطوني ما تعطوني فيه أنا ما أقدر <applause> <applause> اذا ان شاء الله تستفيد منه في الانتاج ونشوف عياله وبناته ان شاء الله الله كريم في الميادين ان شاء الله هذا اللي نتمنى والله شوف اخ محمد الفحل مهما كان يعني ودك الانسان وده بالفحل الطيب يعني وان شاء الله نتامل منه ان شاء الله نجيب انجازات السنه وبعد انجازات السنه ان شاء الله نوعدك إن شاء الله. إن يكون انك من اول الاشخاص اللي ان شاء الله بيضربون به بي. ان شاء الله ابو علي بما انك مالك هجن وتتنقل بين دول الخليج بين المملكة العربية السعودية الشقيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بين دولة الكويت سلطنة عمان يعني العديد من المهرجانات التي تقام في دول الخليج حدثنا عن كيفية الاستعداد هل هناك فارق بين الاستعداد في ميدان الشحانيه وفي عزبتك وفي أرضك وفي مكانك أو هناك استعدادات خاصة للخارج في المشاركات الخارجية لـ بالنسبة لـ تكلم انت الحين شخصيا تكلم عن الجو الحين يعني لا لا كالموسم كبدايه الموسم عندما تذهب الى بعض الميادين هل هناك استعداد خاص او نفس الاستعداد والترتيب في ميدان الشحن؟ لا لا نفس الاستعداد، الاستعداد, الاستعداد للركض هو واحد يعني بتستعد في الترتيب والتجهيز وهذا لا يعني بتعرف فيها عوامل التحميل وكذا وظروف التحميل وفي شيء يجيك ظروف وان شاء الله ما تجي ان شاء الله المشاركين يعني ظروف صعبه كذا يعني تحد الواحد انه يسوي اي شيء للمطيه او الترتيب هو يعني الترتيب ترتيب الركض هو هو يعني سواء انت في دوله قطر او في الامارات او في السعوديه او في ما كان فهو يعني ترتيبه هو نفسه ما يتغير زين ابو علي انت شاركت بضبيان وانتزع سياره شاركت بمزنه وحققت سياره وافضل توقيت في ميدان آه الذيد كذلك عندك العديد يعني حقيقه آه كلاسة العديد من الأسماء اللي لم الوقت لن يسعفنا في آه ذكر أسماءها وإنجازاتها لكن حدثنا عن التحميل تحميل الهجن من مكان إلى مكان هل يختلف من كبار الهجن وصغارها هل هناك اختلاف واضح بعض المضمرين يقولون الهجن الصغار تتأثر بالتحميل أو يمكن تختل إنجاز التعبير أنا أقول لك أخي محمد ليش الهجن الصغار تتأثر بالتحميل لأن أكثر الهجن الصغار جديدة على التحميل كذا هي ما ما تثبت في السيارة تسوي لها تسوي كثيرة الحركة نعم كثيرة الحركة وتسوي مشاكل واضرار لنفسها اما بالنسبه للمطيه الكبيره من الصعب لان الناقه يعني في الموسم الواحد يمكن 10 15 مره تتحمل صعب انها يجيها اي تاثير اما بالنسبه للحاشي صح الحاشي شيء تاثير لكن انا انصح الناس اللي يحملون بالنسبه للحشوان ان يحمل فتره قبل السباق فتره كم يوم يعني مثلا يفحم هناك القصر لحتى تفحمت القصر وعليه على أساس نشرح للمشاهدين كم يعني إشرحنا عن تفحيمه القصر تفحيم كم يوم قبل السباق؟ يعني تقريبا الناس كل واحد له ترتيب اللي فحم على سبعة أيام اللي فحم على ست أيام اللي فحم على خمسة أيام ولكن هذا تفحيم القصر سمي بتفحيمه القصر بسبب إن الشخص ما يكلم المطية أو يخليها تفحيمه على راحتها ما يضغط على المطية هذا 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 الاسم تفحيمه القصر ولا ولا مثل الايام ناس تفحم على السابع وناس تفحم على سادس وناس تفحم على خامس زين ابو علي الطعام اللي نسميه يعني الدارج عند الهجن عددنا انواع الطعام اللي يعطونها الهجن واللي من نوع الطعام الفاخر يعني مثل ايش يعني تبغى المكونات الاساسيه المكونات الاساسيه واذا كان هناك بعد الاشياء الخاصه بعد يليت الاشياء الخاصه اسمها لي <applause> طيب يعني هذه خصوصيه زين هذه مو أبو علي كل المضمرين يعني آه حقيقه كل واحد يعني يقول لك آه سر هذا سر سر تميزي نعم لكن عطنا الاساسيه ما في مشكله لا والله شوف آه من اللي كأقول لك آه انا كنت كذا كمداعبة آه آه نعم نعم آه اما بالنسبه للمطيه في الاشياء الاساسيه اللي هو الشعير نعم. التمر نعم. آه الحليب نعم. البرسيم آه هذه الاشياء الاساسيه بعضهم بعضهم, بعضهم يقول بيض يعطي بيض وسمن وهذا تصعيد شعيط ولا؟ ايه للسمن فهذا السمن عادي الناس كلها تعطي سمن اكثر الناس تعطي سمن هذا يعني على آه ما قالوا السمن ما يختلف عليه ابو علي لكن ايش رايك في البيض اللي يقول لك اعطيها بيض؟ والله البيض اول مره انا اسمع بيض <تصفيق> <تصفيق> والله انت ما سمعت ابو علي بعضهم يقول لك اعطيها بيض؟ والله انا ما سمعت لو انا سمعت كان ختمه النتيجه يمكن انا استعملها ما ادري يمكن هو يمكن هو صح ما يندر يعني ولكن الاشياء المكونه شوف الاشياء انا قلت لك قبل شوي اسمح لي ما اقدر اقول لك الشخصي الشخصيه شخصية ما في اشياء شخصيه لو ما في فيتامينات اشياء خاصه هناك دكتور بعض الهجن يعني ما في يعني شيء مثل فيتامينات يعني فيتامينات كل الناس تعطي فيتامينات زين ابو علي هل الفيتامينات تزيد مطية الركض ولا لا؟ انا وجهه نظر عوض ما في فيتامين يعني يزود الركض من الصعب اللي ما في يعني سبوك لو في شيء ينفع هناك خلطات تباع في محلات في محلات الهجن يعني عندك انواع خلطات وعندك اشياء وبعض الدكاتره للاسف تجيه يقول لك هذا كذا وهذا كذا وتطلع لك بكيسه متروسه بكيسه يعني على ملئها وتخسر بعض الناس يخسر فلوسه وكذا كلمه لمثل هؤلاء الناس يعني هل فيها فائده الفيتامينات والمشتريات هذه او يعتمدون على الاشياء الاساسيه وعلى سبق الهجن والانتاج شوف انا اقول الاخوان اللي على ما قلت لي مضيعين ومسيبين فلوسهم. الاشياء الـ هذا اسراف هذا إصراف. الاشياء الاساسيه الإسراف ويمكن بعد يستغلونهم اصحاب المحلات. صحيح. الاشياء الاساسيه اللي هو الشعير، التمر، الحليب، البرسيم، البرسيم اليابس. زين ليش الناس يستعملون هذه؟ طلعت صحيح انها اساسيه ولا كل عزبه لازم تستعمل الاشياء اللي انا عديتها لازم تستعملها. فهو الاساسي. اما اشياء خلطات وفيتامينات وهذا هذا ما راح تنفع المطيه ابدا إذا ابدا ابدا, أبدأ. اذا ما اعطيت الاشياء الاساسيه مثل التمر مثل الشعير مثل البرسيم مثل الحليب الاشياء الاساسيه ولا ما راح تعطي نتيجه معك المطيه حتى لو تاخذ الصيدليه والعام اللي بعد يعني ما تزيد المطيه من الصعب ما تزيد المطيه المطيه تزودها ذراعها وانت الأصل الطيب اكيد ما في شيء الا بالاصل والتضمير الممتاز اكيد كل واحد التضمير له دور ابو علي التضمير له دور للسبوق ولا السبوق تسبق حتى لو تضميرها؟ ها شوف الطريق انجاز التعبير يعني لا هذا مثل انا اسمعه من زمان بس سبوق تبغى مضمر الى إيه ما لقيت السبوق مضمر من الصعب تسبق في ناس يقولون لك لا جيب سبوق ولا يحتاج مضمر من الصعب ولا جيب مضمر لا تجيب سبوق لا إيه ما ما في مضمر وسبوق ما راح ما راح ينجز المضمر ولا راح تنجز المطيه لازم في الحالتين لازم تكون موجوده 50% 50% المضمر والسبوق ولا من الصعب في ناس يقولون لك لا بس جيب سبوك ما تبغى مضمر هذا من الصعب زين ابو علي واثناء حديثنا شاهدنا عندك الموظفين عندك في العزبه غيروا اللحف من ازرق وعنابي الى الحاف يعني احمر مخطط هل هذا يعني الحاف الممسى مثل ما يقول المبيت يختلف عن الحاف العادي صحيح لان مصر. شوف الحين تم تغيير اللحف لان تعرف الجو حار الحين ومن الصعب ان نحط عليها اللحف هذه لان هذه اللحف اللحف اكثر اقل اقل حراره شوي اخف يعني؟ اخف نعم اخف لان هذه غليظه شوي وكبيره يعني حتى في المستوى كبيره كبيره الحجم صحيح فهذه ما تشوف منها المطيه اي مصلحه او يشوف منها الشخص بنفسه اي مصلحه المطيه تحط عليها اشياء خفيفه لان تعرف الجو حار و... وانت ابو بريك يا اخي تدقق اكثر من اللازم <applause> لا على اساس استوضح ونشرح للمشاهدين شاشه لبرقه بعضهم يعني يحبون الهجن لكن لم يمارسوها نطلعهم اكثر لان احنا هذا برنامج اسمه برنامج عزبتي فنحن نتحدث من عمق العزبه بكل تفاصيلها اذا ابو علي نشاهد بعد ايضا الخطم يعني مفكوكه يعني هي تاخذ راحتها الان يعني على كامل راحتها في الممسى يعني صحيح ما يتم ربطها الهجن؟ لا لا من الصعب صعب تربطها في نفس الحديد هذا صعب خطر يعني خطر حالات وايده صارت وانصابت من الربط احنا نحط كل ثلاث اربع نحطها سوا كل سن مثل الحقائق هذا الحقائق نحطها في محل واحد مثل القعدان هذه الحين اللي عليها الكاميرا القعدان يتم ربطها ليش؟ لان القعدان شوي عبثه لا لا القعدان الذكر يختلف عن الانثى في الهجن طبعا صحيح لا مشاكل مشاكلها واجدة وأما بالنسبة للأبكار لا عادي نفكها عادي و ما عندها أي مشكلة بس نخاف عليها كخوف مشاهدينا الاعزاء ايها الاخوه الكرام بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه الخاصه من عزبه علي بن سعيد بن حلفان والتي تحدث الينا عوضه بن علي بن حلفان وكان هذا الشرح الوافي والكافي تقبلوا تحيات فريق لبرقه والعاملين فيه حتى الملتقى في حلقه قادمه من هذا البرنامج دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته